طيب خلونا نروح برضو لفنان آخر، وهو الفنان أشرف مصلحي، اللي خلال الفترة اللي فاتت أو الساعات اللي فاتت تعرض لوعكة صحية، دخل بعدها الرعاية المركزة. الحمد لله النهاردة بقى تحسن، يعني حالته تحسنت وخرج من الرعاية. خلونا نعرف التفاصيل أكتر من زوجته المخرجة منال الصيفي، زوجة الفنان أشرف مصلحي. أولا بنرحب بحضرتك، ثانيا ألف سلامة على الفنان أشرف مصلحي. أهلا بيك يا سارة، ربنا يخليكي. الحمد لله يا أشرف دلوقتي أحسن الحمد لله بكتير، خرج من الرعاية وموجود في أوضة دلوقتي، ويا رب ادعوا له أكتر إن إن شاء الله يطلع بالسلامة من المستشفى يا انا رب. افتكر حضرتك اكيد شايفه الدعوات المنتشره بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، كل الناس الحقيقه بتدعي له. عايزين بس نطمن اكتر، هل في تشخيص؟ ايه اللي حصل بالظبط؟ هو حصل له نوع من انواع الالتهاب الجامد، هو كان من فتره تعبان، كان عمل عمليه من سنتين وكان الحمد لله بقى كويس، وبعدين حصل له التهاب في جسمه، التهاب ده اتنقل للدم، فدخل الرعايه الحمد لله قدروا يسيطروا عليه. في الاول ما كانوش قادرين يسيطروا، دلوقتي الحمد لله تسيطر عليه، قلل الالتهاب شويه، فخرجنا اوضه، ويا رب يكمل على خير ان شاء الله ونطلع من المستشفى يا باذن رب الله. ان شاء الله. هل في طيب تحديد لموعد خروجه من المستشفى؟ لا الحقيقه مفيش طيب بس الاطباء الحمد لله بيقولوا ان حالته يعني مستقرة. حاليا، استقرت يعني نعم. الحاله حاليا النهارده الحمد لله مستقره الحمد لله. طيب يعني طبعا الف حمد لله على سلامته، ويا ريت يعني حضرتك برضو توصلي له يعني دعواتنا، وان احنا طبعا بنسلم عليه وبنطمن عليه. واعتقد كمان واضح على مواقع التواصل الاجتماعي ازاي الناس بتحبه وبتدعي له. الف ده سلامه. حقيقي، ده حقيقي، وانا والله بوصل له ويا رب وادعوا اكتر، يعني ادعوا اكتر عشان نطلع اكتر، يعني ان شاء اكتر الله ربنا يطمنكم عليه. يا رب. المخرجة الأستاذة منال الصيفي، زوجة الفنان أشرف مصلحي، شكرا جدا لوجود حضرتك معنا.